السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم أصدقائي، إن شاء الله تكونوا بخير. قصتنا اليوم كمان عن القتل. عندكم حق، حتقولوا ما لو مسلمنا في القتل والموت. هو في أحلى من قصص الرعب؟ قاتلة الكاكاو الساخن، قاتلة أم ضحية؟ في كتير من الناس ارتكبوا جريمة أو جرائم متسلسلة والشرطة ما قبضت عليهم. السبب عدم كفاية الأدلة. موضوعنا اليوم بيحكي عن قضية عملت جدل واسع بين الناس، حتى انه المتهم بجريمة القتل نفسه هرب من بلده لبلد تانية بعد ما ضاقت عليه الدنيا في بلده وما قدرش يتحمل كلام الناس. خلينا ندخل في تفاصيل قصتنا لليوم اكتر، بس قبل ما نبدأ بالفيديو لا تنسوا الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هاتوا الانترو. طبعا يا اخوان قبل ما نبدا، شكرا من كل قلبي، شكرا على التعليقات، شكرا على دعمكم وتشجيعكم الي، واستمروا في التعليقات واعطوني رايكم دائما واحلى متابعين، واعطوني دافع لقدام خلينا نستمر اكثر. عن جد مشكور على التعليقات، مشكور على دعمكم للفيديو. فتاة اسمها مادلين سميث، عيلتها متوسطة الحال وهي البنت الكبيرة في عيلتها. ابوها كان مهندس اسمه جيمس، وامها كانت بنت المهندس المعماري المشهور ديفيد هاملتون. مادلين كانت تعيش مع عيلتها في ساحة بلستود في جلسكو، وكانت العيلة بتمتلك أرض في منطقة ريفية. كان كل أفراد العيلة محافظين كتير على التقاليد الفكتورية الصارمة. في العصر الفكتوري كان المجتمع البريطاني محافظ كتير في مسائل الطبقات الاجتماعية والاختلاط والعلاقات اللي بين الطبقات التانية، ما عدا مادلين. مادلين تمردت على هذه التقاليد، دخلت في علاقة حب مع شاب فقير اسمه بيير إيميل لانجيلر، وطبعا ما حد بيعرف عن علاقتهم. مادلين كانت تتجنب تشوف الانهار عشان ما حد يشوفه ويكشفهم. كانوا دايما يلتقوا في نص الليل عند شباك غرفة نومها، وقبل هيك كانوا يتبادلوا الرسائل في بداية علاقتهم، وبعدين اتزوجوا زواج سوري من دون ما حدا يعرف. بيير وعدها بالزواج لما يكون جاهز، وطبعا امها وابوها ما كانوا يعرفوا بالعلاقة بتاتا، وبدوا بكل عفوية يرتبوا لخطبة بنتهم لشاب من نفس طبقتهم الاجتماعية وهي الطبقة المتوسطة. وهذا الشاب كان عايش في جلاسكو، اسمه ويليام هاربر من توش. ايش هالاسامي، مكنتوش وحالة بالويل. وبعد ما عرفت مادلين عن قصة خطبتها من ويليام ومخططات امها وابوها، قررت انها تحكي لهم عن بيير وعن علاقتها فيه حتى لو عصبوا عليها. فعلاقتها عبارة عن تمرد على تقاليد زمانهم بكل معنى الكلمة، ولكن مادلين ما راح تهتم وراح تتمسك بحبها مهما كان الثمن. بعد ما فكرت مادلين كويس، لقت انه تخبر امها وابوها عن علاقتها صعب كتير، فقررت تقطع علاقتها فيه، وخبرت حبيبها خلاص علاقتهم مش راح تستمر وانها بدها تنهي كل اشي بينهم، وطلبت منه انه يرجع لها كل رسائلها، رسائل الحب والغرام اللي كانت ترسل له اياها. لكن بيير رفض طلبها وصار يهددها انه يفضحها وانه يخبر الناس بعلاقتهم، والدليل الرسائل اللي معاه ما هي مكتوبة بخط ايدها، والحل الوحيد قدامها انها تتزوجه. لكن مادلين طبعا رفضت مع انها كانت خايفة، لو اهلها عرفوا العلاقة مع بيير راح تصير مشاكل كتير، ولو وقعت الرسائل بين ايدين الناس راح تصير فضيحة، وراح تصير مادلين في عيون الناس عديمة الشرف. ومع كل هذا رفضت مادلين ابتزاز بيير، وهو رفض رجع لها رسائلها. وكل هذا كان في فبراير عام 1857، ومرت ايام ما صار فيها اشي، لكن في لقدام راح يصير اشي بشع. في يوم شافوا شخص راح على صيدلية، وهذا الشخص واحد من ابطال قصتنا، وهذا الشخص اشترى زرنيخ وهذا نوع من انواع السم. في يوم 23 مارس عام 1857 عثروا على شخص ميت، وبدأ التحقيق والبحث عن سبب وفاته، وكان سبب الوفاة سم الزرنيخ. دفنوا الجثة في مقبرة رامشورن. طبعا التحقيقات كانت مستمرة، ولقوا رسائل من فتاة اسمها مادلين في شقة الضحية. على ما أظن عرفتوا مين هي الضحية. الضحية كانت العاشق الولهان بيير إيميل. طبعا فورا وجهوا الاتهام لمادلين وقبضوا عليها، وصاروا يحققوا معها بخصوص الجريمة، خصوصا انه اللي اشترى السم من الصيدلية وقع انه اشترى باسم ام جي سميث، وعيلتها ما سكتت على الموضوع، وفورا وقفت محامي اسمه جون انجليز عشان يدافع عن بنت. وفي المحكمة قدم المدعي العام دليل قاطع انه بيير مات بسبب تسممه بالزرنيخ، لكن ما قدم دليل بدين مادلين بتهمة القتل، وكان ممكن يقول انه مادلين اشترت الزرنيخ قبل موت بيير بعدة ايام، لكن ما حكى لانه اعتقد لو حكى هذا الكلام ملوش اي اهمية، وهذا ما بيعتبر دليل واضح. حتى الرسائل اللي لقوها في شقته ما كان مكتوب عليها تاريخ، وما كان فيها مغلفات او ظروف للرسائل، ولو كانت الظروف موجودة
موجودة كان ممكن يحسبوا التسلسل الزمني للرسائل ويربطوها بالجريمة، وهنا كان بإمكانهم وجه التهمة لمادلين حتى لو قليل. لهيك قررت المحكمة إنه مادلين مش مذنبة لعدم كفاية الأدلة وأفرجوا عنها. وهذه المحكمة صارت في بريطانيا في القرن 19، وهذه القضية شغلت الرأي العام، عملت ضجة كبيرة، فالناس اتهمت مادلين بقتلها لبير بسبب ابتزازه إلها. كان كل إشي بدينها الزرنيخ والرسائل ومدة الأيام بعد شراء الزرنيخ وموت بير، كل هاد كان كفيل باتهامها حسب رأي الناس. صح مادلين صارت حرة وما انسجنت، لكن ما سلمت من كلام الناس، عشان هيك قررت تسافر من موطنها الأصلي اسكتلندا، راحت على لندن. فهي مش راح تقدر تعيش في مدينتها جلاسكو، مش هتقدر تتزوج من أي حدا خصوصا ويليام. وبعد ما سافرت على لندن غيرت اسمها مع مرور السنين، وتحديدا عام 1861 تزوجت من فنان بريطاني اسمه جورج واردل، وفي عام 1863 خلفت طفلة سمتها ماري، وبعدها بسنة ولدت ابنها توماس. وعاشت مادلين مع جوز حتى عام 1889، وبعدين طلقت منه في عام 1916. قررت تسافر من لندن لأمريكا في نيويورك عشان تستقر هناك، وتزوجت مرة تانية وعاشت مع جوزها حتى ماتت عام 1920، وطبعا سابت وراها لغز كبير لحتى الآن. والطب الشرعي أكد أنه مادلين كتلت بير، وعشان هيك لليوم بحاولوا يحللوا تفاصيل القضية اللي أثارت رأي العام. وهذه القضايا اللي بتعمل ضجة للرأي العام بيستمر التحليل والتقليل تقصي فيها لحد ما يلاقوا دليل ثابت بدين الكاتل حتى لو مات. ومرت على السنين وبقولوا انه الاشي الوحيد اللي انقد مادلين وفيش اي شاهد شافها بتلتقي مع بيير قبل موته. اما عن تفاصيل المحاكمة اللي صارت، زي ما حكينا هذه القصة شغلت الرأي العام، عشان هيك كانت المحكمة مليانة ناس عندهم فضول يعرفوا تفاصيل الحادثة، خصوصا انه القضية غامضة وما في اي ادلة كافية. بدت المحكمة لما وصل القاضي، وطبعا الكل سكت احتراما للقاضي. القاضي عمل اشارة للمحامي العام عشان يحكي. المحامي قال للقاضي انه مادلين كانت مخطوبة لرجل غني وكان لها عشيق سري، المهم كان عندها وصفة خاصة الكاكاو المسموم، فالكل صار يطلع على مادلين. طبعا مادلين منهارت تماما وصارت تصرخ تقول انا ما قتلته، لازم تصدقوني ما قتلتوش. والقاضي طلب منها تسكت وبدأ يسأل في المحامي المجنى عليه، في عندك اشي تقوله؟ قال له نعم لو سمحت. طبعا القاضي سمح له بالكلام. المحامي بدأ يتحرك لحد ما وقف في نص القاعة وبصوت عالي قال المجنى عليه سيد إيميل كان بعيش قصة حب، ومش انا اللي بقول، هو اللي قال انه كان يقابل مادلين في السر لشهور طويلة، كان عارف كل حاجة عنها، كان عارف انها شابة جميلة ومن عيلة غنية، وكان عارف ان والدها رافض العلاقة اللي بينهم خصوصا مع الفرق بين العيلتين. لكن مادلين قررت تتحدى كل الدنيا وتتمسك بحبه، ولو مش مصدقين اللي بقوله ومادلين قدامكم بتقدروا تسألوها. طبعا كل اللي في القاعة صاروا يطلعوا على مادلين. القاضي سألها الكلام اللي بقوله المحامي صحيح؟ ومن بين دموعها قالت صحيح، كل اللي قاله صح. محامي المجنى عليه طلب من القاضي انه بدي يسأل مادلين كم سؤال، وبدأ يسألها كنت متعودة تتقابل انت وبير بشكل يومي صحيح؟ هزت راسها وقالت صحيح، وسألها وين كنتوا بتتقابلوا؟ مسحت دموعها وقالت في بيت صديق مشترك بيننا، كان بيسمح لنا نتقابل هناك لما يكون البيت فاضي. وسألها لما يكون مش فاضي وين بتتقابلوا؟ قالت كان زورني في البيت تحديدا من شباك غرفة نومي بعد ما ماما وبابا يناموا. المحامي طلع ظرف وقالها هذا خطك؟ هزت راسها وقالت صحيح. قالت كنا متعودين نبعث رسائل لبعض لو كنا مش قادرين نتقابل. المحامي ابتسم، هو كان عارف انه بحاول يشد مادلين عشان يوقعها بالفخ من غير ما تلاحظ. وسألها هذه الرسائل كانت سبب الخلاف بينكم صحيح؟ حكت له التفاصيل، وحكت له انه سبب الخلاف انه بير بدأ يحكي للناس عن قصة الحب اللي بينهم، لكن اهم تفصيلة انه في كل مرة كان يزورها كانت بتعمل له كاسة كاكاو سخنة. ومحامي المجنى عليه طلب استدعاء شهود، والشهد الاولى كانت صاحبة البيت اللي سكن فيه بير. قالت في ليلة من الليالي رجع على البيت وكان باين عليه التعب، وساعدته يدخل البيت ونيمته في سريره. تاني يوم اجى يشرب معها الشاي، وساعتها قال لها حاجة غريبة جدا، قال انه راح يضل يحب مادلين حتى لو سممته، وحالته كانت بتتدهور كل ليلة اكتر من الاول. المحامي شكرها واستدعى الشاهد التاني وهو دكتور الطب الشرعي اللي شرح الجثة، وقال انه سبب وفاته هو التسمم، وقال لقينا كميات كبيرة من الزرنيخ جوا معدته، وكمان في اللون بني طلع شوكولاتة. وبعد كل هذه الأدلة نطق القاضي في الحكم غير مثبت، وهذا معناه إنها مادلين مش مذنبة لأنه ما في
في أي دليل عليها. وبس والله يا جماعة هيك بتنتهي قصتنا وفي ختام قصتنا. شو رأيكم في هذه القصة؟ وهل أنتم مع رأي الطب الشرعي في إنه مادلين قتلته؟ وبصراحة لو حدا ابتزك بإشي يسبب إلك فضيحة بين الناس، هل ممكن تفكر تقتله؟ أعطونا رأيكم بالتعليقات، وكما عودناكم لا تنسوا الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.